الحين ما هو شحاد هم يطلعونا والموجة هذه حقتها البرد معلن عنها من 15 يوم يقولون برد جامدة. تشوفون الماء الله ما عاد يمر من قدامي الله يعافي عني واني ما غير اكل بشوكة وملعقة اليومين هذه فهم خيم هذه والاشياء اللي فيها ماء اتحشاها كثير يا ولد جامدة برد يا ولد والله اني جمد عروق القلب ما ابعد ابروح اغسل واجاهد ودك في البران هذه والبرود تعافر اي والله نص نظافة لا تخليها نظافة صباحكم الله بالخير بالله يا زهاني علموني بالصدق عاد لا تجاملوني تراكم انتم مرآة يعني يا الربع فلازم اني اطلع بأحسن صورة كيف بالله والله نحن البشوت واضحين خل عند الخرمي اي والله ماش ما كل جولي نعوض بجولة لأكل الأجبال المقلون عند حلو البكة عشان شوفوني كيف؟ لا شيخ قوم شيخ أفعال شيخ أقوال اي والله خلوني ألحق البريك فاست الفطور الشحم واللحم وبهارات الدلالي هيا كلمة العاقل تنومس كل راس مصمل والردي يضحك بها لو يوجع التاليها من كشف وجه الحقيقة مستحيل يهم الهرجة اللي قالها كلن يبي يوحيها لو يسولف من يغطى النور قلنا كمل كل كلمة طايشة تحسب على راعيها لا خدمنا في العلوم اللي ما هي بتجمل العلوم الطيبة حنا خدم فيها الله لا دمشي يا ما شاء الله تبارك الرحمن والله من السطر اللي في رؤوسكم ما تنسون البرد ما خالد تقول داخلنا البوليفارد ما تكدري عنكم خالد صاير في اي بي مع عامل ويخدمه وينجل فراشه ايش بك جوالي قلت له يا خالد احنا نبي يخدمنا طال عمرك تالي يبلشنا ابو خالد مغير تعال يا سالم رح يا سالم عارف معطينا عانم معطينا ظهره ما عاد يشوفنا شيء سالم هذا والله العظيم لو معي عامل لخدم انا من الراحة حاط رجلين تحت سريري كل ما اخذت شوي يطق سريري وفس يقول انداح مظروف ناس صعبه بجنب امتي ما ودنا للظروف نروح لقمه عشاء احنا نبنا نفعل الاسباب في كل حين والله هو الواحد اللي يفعل اللي يشاء واللي يقولون انه ما العصر قال يطالب لا كل كيف البشت الشيخ؟ البشت زين بس الباكل بشت يلبس رجال البشت لرجال. ايه هذه دقه يا عمي. لا ما هي دقه. خلاص حنا صدرنا. يعني انت كل واحد لابس بشته بتقول شوف البشت. يا عمي ترانا صدرنا امر. البشت له مزايا والايجابيات والسلبيات. ما غرى اقصب عنها ما شاء الله كبرين عرضها. ما مرتك اقصبها ولا 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 عرضها ولا طولها ولا طولها ولا زينها ولا المدى البشت من هو اللي تحته البشت ما نجي تحت حنا نجي من فوق البشت يا عمي نجي من فوق البشت اي نعم احس انها صح غلط اي بس البشت اللي تجي من فوق واذا جيت من فوق وش فايدته انت حل واربط اي نعم تحل وتربط حنا صدرنا امر يا عمي وش انا اللي تعدى 60 عاد يلبس البشت ما عاد يلبس البشت اي خلونه للعشرينيين طيب القادمين الجيل اللي قادم من يقول لكم ما كل مره انت رقم واحد واللي بعدك ابوي ايش رايك في لبسه البشت عندي بس خل مخلد علومه انت ما يحتاج يعني ما يحتاج اصف افضل انا ولا احسن من احسن من احسن غازي يا مدح السوق من ربح فيه اكيد عارفين هذه عشان ولدك انت تحابي معي من ايام الدراسه ما بعد اكيد انت برضه ولدي الثاني بس ولدك الثاني الجمهور والعالم كله تمدح ما بر اللي يمدح انت عشان الجمهور انا ما حد يمدح انا ما حد يمدحني ولا وش الله يمدحك ولد البطة السوداء انا ولا وش واللي قال لك رياجيل ولد البطة السوداء والبيضة وكلها اللي قال لك حاسس السوق كل الناس تسال عنك اي ساشو انك تلحقت اهلي يقصد مهرجان الكليجة لقيت العالم كله تسال عنك مخلد ايش مخلد هذا مخلد ولدك قالوا
اصلا يوم يشوفوني يقولون انت تشبه العم كربيه. لا لا افعال ولا اقوال. لا ما تشبه لي. انت صح انك ولدي بس ما تشبه لي. واني طولك. اجمل ما شفته بخوانه في الرحله هذه ابو سامي الشيخ سعود بن سعيد بن نجم. والله من اسعد الليالي يا ابو سامي شوفتك قوت كلها. الله يسعد ايامك يا ابو خالد. يا جماعه الرجل هذا رجل نبيل ينحط على الجرح ويبرى اللي يقولون. هذا الشيخ ابو سامي في رحله ولا في محل ولا في منصة ولا في مكان. الله يسلمك ابو سامي ما تغيره لا ابد لا الدنيا ولا صوت في الدهر ولا نوايب ولا هذا هو ما يحتاج. الله يسلمك يا ابو غازي ولا يهون ابو ناصر. انتم اخواننا وعمنا وابنائنا نعتبركم حقيقه مفخره لنا والاطراء اللي اثنيت علي فيه تاج على راسي حقيقه. عندما يثني عليك احد رموز مجتمع قبيلتك ومجتمعك ومن رجال السناب المشهورين زي ابو غازي الله يسعدك انتم مفخره لي. يا شيخ انت اعطيتنا اليوم لان كبرتني. انا ماني بضارن بالعلوم هذه ما غريكم اخوني. الله يجمننا منعنا يعني دوها لا تاخذ شيئين مجامله. الخير من 14 ساعه ل 20 ساعه على مسؤوليتي. ان شاء الله انك ما ترجع ولا نجيب الشيء اللي ما يعجبكم. مرحبا بعودنا. رحبت واجب الله يحفظك. طيب يا رعلبل. الحمد لله بخير نحمد. شلونك مع البرد؟ لا ما هو برد الحمد لله طيب بخير نحمد الله. البلوان هي يا عم. البلوان هي معرار. اخ الله الله. عساها بالهيام. لا يهيمك ان شاء الله. لا تعوذ من الشيطان. قب لا تهرج بلبل لا تهرج بيها. اغار عنها ناقرتك الشيبة تعبت. لا تهرج بلبل لا تهرج بيها مرة. ليش يا عم؟ بس خليك صاحي دبل نفسك. ها. يقول هذا البارحي سام عند البكرة ب 150. والله العظيم؟ ايه ما بيعها يلا. لا ما بيعها ولا. ليش ما تبيع؟ ما بيعها ولا بيعها بالايام هذه ايام لعبية. تبارك بمليون؟ ايه بالملايين بعد ما هم مليون بالملايين. والله الاتلام جا القبر ما شفت. خله بس سلام جا القبر صح عمل حاكي. لا جدي ما باع مليون. ما انا ماني بجدك.